تمام، في المحاضرة دي هنبدأ نشرح الـ examples على الـ boolean function، وإزاي ممكن أعمل الـ presentation للـ boolean function بأكتر من طريقة، وإزاي مثلا ممكن أجيب الـ midterms أو الـ max term، أو إن أنا أجيب الـ SOP أو الـ POS للـ input function. طيب، بالنسبة للـ example الأولاني أو المثال الأولاني، مديني true table وقال لي هات الـ list الـ midterms، list المين تيرمز وليست الماكس تيرمز واوبتين البوليان فانكشن ك از اس او بي اند بي او اس، يعني عايز الاس او بي والبي او اس، وبعد كده عايز ندرو اللوجيك ديجرام اوف الاف، يعني هو عايز اربع حاجات. اول حاجه لو انا عايز ليست ال اول مين تيرمز اوف الفانكشن، بشوف اماكن الاف اللي فيها واحد وبعمل عليها سيركل بحددها، وبعد كده بعمل ريبريزنتيشن للانبوت الفاريبلز انبوت دي اللي الريزلت عندها كان بواحد على هيئه اند، فيبقى عندي A B C. تمام، واجي برضو عند الانبوت ده واحط واعمل له ريبريزنتيشن على هيئه اند، فيبقى A B C. تمام، وهكذا طبعا بالنسبه للانبوت الثانيه. فيبقى عندي المين تيرم، عدد المين تيرمز 1 2 3 4 5، عندي 5 مين تيرم. بريبريزنت المين تيرم ده بام اي، الاي بتاعت المين تيرم الاولاني 0، فعندي ام 0، وبعد كده عندي ام 1، بعد كده عندي ام 2 لان الاندكس بتاعهم 0 1 2. بعد كده هيبقى عندي المين تيرم الخامس والمين تيرم السادس، بعد كده ام مين تيرم 5 ومين تيرم 6. المين تيرم الاولاني لما اعمل له ريبريزنتيشن على هيئه اند بيبقى اي بي سي، وكله برضه اعمل له اي بي سي اي بي سي، الثلاثه فاريبلز الانبوت احطهم جنب بعض اندنج برودكت اسمه واسميهم في الاخر اي بي سي. بس بعد كده هشوف قيمه الفاريبل ده اللي هو الزيرو، القيمة بتاع الفاريبل ده في المين تيرم هل كانت بزيرو؟ لو كانت بزيرو هحط نوت فوق الاي. تمام؟ طيب البي دي كانت برضو قيمتها زيرو يبقى احط نوت فوق البي. طيب السي كانت قيمتها زيرو احط نوت فوق السي. يعني انا كان عندي انا بعمل بحدد الاماكن الفانكشن اللي فيها واحد. بعد كده بقول ان المكان ده اسمه ام زيرو، ام واحد، ام اتنين، ام اربعة، ام خمسة، ام ستة. بريبريزنت كل واحده فيهم على هيئه اند. اوكي؟ فيبقى كلهم اي بي سي اي بي سي اي بي سي الخمسه. بس بعدي على كل واحد فيهم واشوف هل هحط عليه نوت ولا لا، يعني الاي بي سي هتبقى زي ما هي ولا تبقى اي نوت بي نوت سي نوت او اي كومباينيشن. بحدد على اساس ان لو كانت لو كانت قيمة الـ A في المين تيرم ده كانت بزيرو هحط نقطة، غير كده هسيبها واحطها واحد. تمام؟ فهنا كانت في المين تيرم الأولاني كانت زيرو، ده زيرو ده زيرو ده زيرو، فيبقى عندي هنا إيه؟ A نوت B نوت C نوت، ده المين تيرم الأولاني. المين تيرم الثاني بسميه M1. تمام؟ بسميه M1 وبعمل له بريزنتيشن على هيئة ABC، وعدي على الفاليوز واشوف هل هسيبها اي بي سي ولا هخلي حاجه فيها نوت. فيبقى الاي هتبقى نوت والبي هتبقى نوت، لكن السي هتبقى زي ما هي عادي، ده نوت وده نوت، والسي هتفضل زي ما هي عادي، ده لان السي هنا قيمتها بواحد. تمام؟ وهكذا بالنسبه للفاليوز الثانيه. لو جيت عند ام 2 هيبقى عندي الام 2 اللي هو الاليمنت ده، اشوف الانبوت فاليوز اللي هي بتاع الاي بي سي، واشوف قيم واعمل لهم اي بي سي واعمل لهم اندنج مع بعض هيبقى اي بي سي. تمام، واشوف قيمه الاي في المين تيرم ده كانت قيمتها كام، كانت قيمتها زيرو يبقى احط نوت. البي في المين تيرم ده كانت قيمتها كام، كانت قيمتها واحد يبقى هسيبها زي ما هي. السي كانت قيمتها زيرو يبقى احط نوت. بحط النوت لو كانت قيمه الفاليو او الفاريبل ده في المين تيرم ده كانت بايه؟ بزيرو. اوكي،
ده بالنسبة لي ان انا باجي اليست all min terms. طبعا لو قال لي ليست الماكس تيرم بسيركل الاماكن اللي في الفانكشن اللي فيها زيروز، اللي هي طبعا هتبقى الاماكن اللي فاضله. تمام. وبعمل ريبريزنتيشن للفاريبلز اللي في اللي تبع المين تيرم ده على هيئه اور، فيبقى عندي a بلس b بلس c. تمام. وبعد كده هشوف هل هسيبه زي ما هو ولا احطه على اي واحده فيهم نوت. فطبعا انا بسيرش بدور على الزيرو، بدور على الماكس تيرم، بدور على اماكن الفانكشن اللي فيها زيرو. فلو كانت قيمه الفاريبل هنا كان بزيرو هسيبه عادي، لكن لو كانت قيمته بواحد هحطه بحط عليه نوت. وانا بعمل دلوقتي بعمل عكس الماكس تيرم، عكس المين تيرم. في المين تيرم بدور على الاماكن الوحيد، في الماكس تيرم بدور على الاماكن الزيرو. في المين تيرم بحط نوت لو كانت قيمه الفاريبل كانت بزيرو، في الماكس تيرم بحط نوت لو كانت قيمه الفاريبل ايه بواحد. فهنا هحط نوت هنا ونوت هنا. تمام. لو الماكس تيرم، الماكس تيرم الثاني اللي هو ده، بعمل اورنج للاليمنت اللي هي موجوده عندي اللي هو ايه، اور بي اور سي، وبحط نوت. امتى بحط نوت؟ على الاماكن اللي هي كانت واحد اللي هي الايه. تمام. وهكذا طبعا بالنسبه للمين تيرم الاخير هيبقى لو هو كله واحد هيبقى ايه، نوت بي نوت سي نوت. دي الحل السؤال لو قال لي ليست اول ماكس تيرم، ليست اول ماكس تيرم بدور على اماكن الزيروز وبعمل لهم اورنج، يبقى عندي المين تيرم الثالث الرابع والسابع، وهيبقى بالمنظر ده. اوكي. طيب لو عايز اجيب السؤال المطلوب الثالث، بيقول لي obtain the boolean function as SOB. عايز ال f of a اللي جات لي اللي انا هطلعها من ال truth table اعملها لي representation على هيئه SOB. فلو انا هعملها ريبريزنتيشن على هيئه اس او بي، بجيب كل المين تيرمز اللي عندي واحطها جنب بعض. كان عندي المين تيرم الاولاني اي بي سي، اي بي اي نوت بي نوت سي نوت، والمين تيرم الثاني اي نوت بي نوت سي، والمين تيرم الثالث، والمين تيرم الخامس، والترم السادس، او المين تيرم الاندكس بتاعه خمسه، والاندكس المين تيرم الاندكس بتاعه سته، احط جنب بعض ايه ما بين كل واحد فيهم ايه. كده انا عملت ريبريزنتيشن للفانكشن ك اس او بي. اوكي. طبعا دي طريقه ثانيه لو انا عايز ابريزنت الفانكشن بتاعتي، بدل ما احطهم بالتفصيل كده بقول بس ان انا عندي الاليمنت ده كان بواحد، فقيمته ده كان ام زيرو، فبروح قايله ان الاف عباره عن السمشن للام زيرو والام واحد والام 2 3 4 والام 5 والام 6. ما بقولش ما بعملهمش سرد بالتفصيل، بقول سمشن لكل المين تيرمز اللي هي 0 1 5 6. اوكي. ده بالنسبه للسؤال الثالث لو انا عايزه اوبتين البوليان فانكشن ك اس او بي. لسه بقى هجيبها ك بي او اس. بي او اس يعني هحط الاف اوف بي او سي على هيئه ماكس تيرم. فلو عايزه اريبريزنت الفانكشن بتاعتي ك بي او اس، هحط كل الماكس تيرم اللي انا جبتها، الماكس تيرم ده وده وده، حطهم جنب بعض بس على هيئة على هيئة اور، يعني اندنج ما بينهم بي او اس برودكت اوف سم. ده برودكت وده برودكت وده سم وده سم. خلاص.
طبعا دي الطريقه الاولانيه. ممكن في طريقه تانية، وان انا بعمل بقول ان هي عباره عن برودكت، البرودكت سيمبل للماكس سيرمز 3 و4، 3 و4 و7، 3 و4 و7، لان دي الاندكس بتاع الماكس سيرمز اللي موجوده هنا. اوكي، ده بالنسبه للسؤال ده. لو عايزه ادرو اللوجيك دايجرام، طبعا احنا اتفقنا ان انا لما جيت حليت قبل كده ان انا ممكن اخلي باجي ارسم السيركت، ممكن اخلي الاي والبي تحت بعض كده فيرتيكال اي بي سي. اوكي، طبعا في طريقه تانية، وان انا اخليهم كده، اخلي الاي والبي موجودين كده، مش اخليهم هوريزونتال، مش فيرتيكال. اي طريقه انت بتفضلها عادي، او اي طريقه انت متعود عليها عادي. فعايز اريبريزنت بدرو اللوجيك دياجرام في الاف، بدرو اني واحد فيهم. انا عندي الاف الاف جالي على هيئه بي او اس واس او بي، ارسم اني واحده؟ لو انا جيت رجعت كده هلاقي ان انا لما عملت البرزنتيشن للفانكشن كان عندي بي او اس بيتكون من ثلاثه ترم، الترم ده والترم ده والترم ده، وكان الماكس تيرم بيكون الترم ده والترم ده، سوري، والاس او بي كان بيكون الترم ده وده 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 وده، 1 2 3 4 5. لما بيجي يقول لي ارسم اللوجيك دايجرام، فبرسم البي او اس او الاس او بي براحتي، اي واحده فيهم صح، بس انا بفضل بختار اللي ليها عدد تيرمز اقل. تمام، يعني المفروض ان انا اختار البي او اس لان فيها الترم ده، فيها ترم 2 3، فيها 3 ترمز بس، خلاص. فدي يعني لما يجي يقول لي ادرو اللوجيك ديجرام، ارسم اي واحده بس بيفضل، يعني الاثنين عادي ما فيش واحده فيهم غلط، بس بيفضل ان انا اختار الحاجه اللي ليها عدد ترمز اقل عشان يقلل عدد الوقت بس بتاع الايه الاجابه. طيب لو انا عايزه ارسم حاجه زي كده، طبعا هو الحل هيبقى موجود، بس خلينا مثلا نرسمها كده. انا دلوقتي عايزه اعمل هرسم اللوجيك ديجرام باستخدام البي او اس. عندي الاي الاي والبي والسي معمول لهم اورنج مع بعض، بس البي كانت نوت والسي كانت نوت، فبعمل البي نوت وبعمل السي نوت. وبعد كده بعمل لي باخد واير من الاي، واير من البي، واير من السي، والتلاته دول بعمل لهم ايه؟ اور. تمام؟ ده كده الاوتبوت بتاع الاليمنت ده. ده الاوتبوت بتاع الاليمنت ده. تمام؟ طيب لو عايز اعمل الاي نوت بي سي، هعمل للاي اعمل لها نوت، والبي والسي هيبقوا هاخد منهم واير هم نفسهم عادي من غير اي نوت، فهيبقى عندي كده ادي الاي نوت وادي البي وادي السي، الثلاثه دول هعمل لهم اور. تمام، طيب فده الاوتبوت بتاع الاليمنت ده. طيب لو عايز ارسم الاليمنت ده، هيبقى عندي اي نوت بي نوت سي نوت، فهخلي للاي نوت والبي يعمل لها نوت والسي يعمل لها نوت برضو، واخد واير من هنا وواير من هنا وواير من هنا، واعمل للثلاثه دول ايه؟ اور. فده اور. تمام، ده الاوتبوت بتاع الاليمنت ده. بعمل ايه بعمل ايه للثلاثه وايرز دول؟ بعمل الثلاثه وايرز دول كلهم ايه؟ اند. ده كده الاف. طبعا دي رسمه اللي هو بخط ايدي، بس هي محطوطه بعد كده في السلايدز اللي جايه. اوكي،
فلو عايزين نرسم اللوجيك سيركت للفانكشن دي، طبعا انا هنا قايله عندي في سيركت في اور وفي اور وفي اور، وبعد كده في اونلي وان اند، بتاخد الاند دي بتاخد الاوتبوت بتاع ده والاوتبوت بتاع ده بتاع ده، عشان في كذا طريقه. الطريقه اللي رسمتها الاول دي اللي انا بفضلها. في هنا ممكن تعمل اند واحده، نوت واحده بس للايه، وتاخد من النوت كلها واير لما تعوز تستعملها. انا كنت هناك لما بقى عندي ايه نوت ايه نوت بعمل بعمل نوت، ولما احتاج تاني ايه نوت بعمل نوت تانيه. في الرسمه دي او في طريقه الحل دي بيستخدم، بيقول عندي هنا ايه وعندي النوت ايه بس، انت محتاج ايه؟ محتاج الاي والبي نوت والسي نوت. يبقى عشان يعمل الاولانيه دي خد واير من البي من السي نوت ومن البي نوت ومن الايه زي ما هي. طيب لما يجي بعد كده يحل الاور الثالثه الثانيه A نوت B C، عمل ايه؟ خد واير من الـ من الـ من الـ A نوت، وهنا من الـ B ومن الـ C. طيب لما جه يعمل الأورة الثالثة نلاحظ ايه؟ عشان يعمل الأورة الثالثة دي كان عايز A نوت B نوت C نوت. هل المفروض يعمل هنا نوت والبي نوت هنا والاي نوت؟ لا، خد، لو هو كان شاف قبل كده كان اي نوت، خد واير من الاي نوت وخد واير من قبل كده من البي نوت، وخد واير بعد كده من السي نوت. لو كان استعملها قبل كده بياخد منها برضو ايه واير عادي. تمام، مش لازم يرسم كذا نوت. يعني السي هنا في الفيجر ده كان عندي سي نوت مره والسي نوت مره، هل محتاجه ارسم نوت هنا مره وهنا مره؟ انا عن نفسي بفضل كده عشان ما تلخبطش وادخلش الاسلوك جوه بعضها. تمام، لكن لو لكن دي طريقه عادي ان انت ممكن تحتاج تعمل نوت واحده بس وتاخد منها واير براحتك. يعني لو عايزه بعد كده الاوتبوت النهائي بيكون الاند من الايه الثلاثه اوتبوت. طيب المثال الثاني، لو انا عندي مديني انبوت البوليان فانكشن دي او الالجبريك فورم ده، وقال لي عايز الترو ستيبل وعايز اكسبريس الفانكشن كسام اوف مين تيرم وبرودكت اوف ماكس تيرم، وبعد كده ارسم اللوجيك دياجرام. تمام، طيب عشان احول الفانكشن دي، عشان اجيب الترو ستيبل لفانكشن زي كده، تمام. لو عايزه احل المثال ده وكان عندي انبوت الالجبريك فورم من الفانكشن وكان عايز الترو ستيبل، بعمل ايه؟ اولا بلست كل الفاريبلز اللي عندي، كان فانكشن اوف اي وبي وسي، فبعمل كولم للاي وكولم للبي وكولم للسي، وبعد كده بشوف الفانكشن بتاعتي كان فيها اي اليمنت كان فيه نوت، هلاقي ان البي كانت نوت والاي كانت نوت والسي كان نوت، فيبقى احط هنا A نوت B نوت C نوت، بعمل كولم لكل element كان فيه نوت هستعمله. تمام، بعد كده بعمل ايه؟ بشوف بعمل كولم للelement اللي هو A B نوت، ان انا بعمل اندنج للA مع البي نوت، الكولم بتاع الA والكولم بتاع البي نوت. بعد كده اعمل كولم تاني للC B للترم ده،
الترم ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا اعمل اندنج الكولم بتاع السي مع الكولم بتاع البي. وبالنسبه للترم ده هعمل اند للكولم بتاع الاي نوت مع الكولم بتاع السي نوت، تمام؟ فبالنسبه للاليمنت الاولاني الكولم الاولاني اللي هو الاي مامليه. طبعا احنا متعودين التروث تيبل للثلاث اليمنت بتملي ازاي. عندي هنا اربعه زيروز، اربعه وان، اربع صفر واربع وحي. بعد كده املي الاليمنت الفاريبل بي او الانبوت بي بصفرين وحدين صفرين وحدين. والاليمنت الثالث اللي هو السي بيبقى صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، تمام؟ لغايه لما املي 8 روز. بعد كده الاي نوت هيبقى بدل ما يبقى اربع اصفار اربع وحدات هيبقى اربع وحدات اربع اصفار. وبالنسبه للبي بدل ما يبقى صفرين وحدين صفرين وحدين هيبقى وحدين صفرين وحدين صفرين. بالنسبه للسي نوت طبعا السي نوت بدل ما كان صفر واحد صفر واحد صفر واحد يبقى واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر، تمام؟ دي السي نوت. طيب الكولم بقى اللي هو اي بي بار او الاي بي نوت بعمل ايه؟ بعمل اند للسيل الاي بي بار، بعمل اند للاي كولم مع البي بار، الاثنين دول بعمل لهم اند مع بعض، تمام؟ الاند بتحصل ازاي؟ ان انا بشوف الاليمنت اللي هو اي في السيل الاولانيه مع الاليمنت الفاليو بتاع البي في السيل الثانيه. وبعمل لهم اند، فالاندنج ما بين الصفر والواحد دي عباره عن صفر، تمام؟ والاند ما بين الصفر والواحد الاليمنت اللي بعد كده هيبقى صفر. والاند ما بين الصفر والواحد ده هيبقى صفر، اوكي؟ وهكذا طبعا لباقي الترمز. بس اسهل لي ان انا لو انا بعمل اندنج لي عايزه كريت التروث تيبل واعمل اندنج الكولم وكولم، بشوف الترم اللي اسمه ايه، جه قيمته واحد فين، وكان برضو قيمه الترم بي كانت واحد فين. يعني مثلا هلاقي هنا ان الترم ده كان واحد والترم ده كان واحد، يبقى الريزلت بتاعتي كانت ايه؟ كانت واحد. هنا الترم بتاعي ده كان واحد والترم ده كان واحد، يبقى الريزلت بتاعتي واحد. الاند غير كده هلاحظ ان هنا هيبقى مثلا اصفار وحايد، يا اما صفر صفر يا اما صفر واحد او واحد او واحد صفر. لكن دول المكانين الوحيدين اللي هيبقى فيهم ايه؟ التو اليمنت بواحد. هنا واحد 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 وواحد، وهنا واحد وواحد، هيطلع لي الاندنج ما بين الاي والبي نوت هتبقى واحد واحد. واحط باقي السيلز بايه؟ بزيرو. هنا زيرو وهنا زيرو. فيا اما عشان اقفل الكولم ده واعمل اندنج ما بين الاليمنت ده او الكولم ده والكولم ده، يا اما امشي ستيب باي ستيب واعمل اندنج لكل رو، يا اما ادور على الاماكن اللي فيها وحايد للتو اليمنتس واحطها بواحد، وكل وغير كده الاماكن التانيه تبقى بصفور، تمام؟ طبعا لو عايز انفذ نفس الاوبريشن دي على السي بي، الكولم بتاع السي بي، انا عايز اعمل اندنج للكولم بتاع السي مع الكولم بتاع البي، تمام؟ بعمل اندنج ازاي؟ يا اما امشي ستيب باي ستيب اعمل الزيرو مع الزيرو هيبقى زيرو، انزلي لا عايز تقعدي ماشي. طيب لو عايزه اعمل عايزه اعمل اندنج للاليمنت للكولم ده اشوف الريزلت بتاع الترم ده اللي هو السي بي، بعمل اندنج للكولم سي مع الكولم بي. اما امشيها ستيب باي ستيب ان انا اعمل الاليمنت ده اعمل له اندنج مع الاليمنت ده ويطلع طبعا زيرو، امشي على كل ترم، او ان انا اعمل سيرش ادور على الاماكن اللي فيها البي والسي واحد مع بعض، يعني ده كان واحد وده كان واحد، اروح انا احط هنا واحد، تمام؟ ابدا ادور تاني فين اماكن الواحد، الاقي مثلا ان ده كان واحد وهنا كان واحد، يبقى ده اكيد واحد،
خلاص بفضل ادور عليهم كلهم، الاقي هنا مثلا ده كان واحد وده كان صفر، لا خلاص ده صفر وده كان واحد، لا الاماكن اللي فيها واحد فيهم هما الاثنين دي بتساعدني ان انا اروح حاطه هنا واحد وهنا واحد، بعد كده بحط كل اليمنت ايه بصفار. تمشيها ستيب ستيب عادي، هتمشيها بسرعه عادي تمام. نفس الاوبريشن ده اعملها على الكولم ده، هعمل اندنج للترم اللي هو الكولم بتاع الاي نوت، اي نوت اهو والسي نوت، هعمل لهم هعمل لهم اندنج مع بعض تمام. هعمل ستيب باي ستيب عادي او ادور على الاماكن اللي فيها واحد. هنا بالنسبه لده في في واحد وواحد اهو، وهنا مثلا في واحد وواحد، ولو نزلت تاني مش هلاقي مش هلاقي واحد واحد تاني، فهيبقى هنا السيل دي بواحد والسيل دي بواحد وكل الاماكن دي اصفار. تمام دي اللي هي ازاي بس بفل ال بفل الفاليوز بتاع كل ترم تمام. لو عايز اجيب القيمه بتاعت السي الاف، الاف تبقى عباره عن ان انا بعمل اورنج، اورنج للترم ده، اورنج للترم ده مع الترم ده مع الترم ده. الاور ان انا بشوف لو عندي ات ليست واحد، لو عندي ات ليست واحد بحط الريزلت بتاعتي واحد. هنا كان عندي واحد في الايه في الاوتبوت ده، هنا كان عندي كله صفار احط زيرو، هنا كان عندي واحد احط واحد تمام. بمشي على بمشيها ستيب ستيب عادي ان انا بعمل اورنج ما بين الثلاثه اليمنت دول او الثلاثه كولمز دول. لو عايز اعملها اسرع واعمل اورنج بدور على الاماكن اللي فيها صفر، بدور على الاماكن اللي فيها صفر، الثلاثه اليمنت الترمز كلها اللي انا بعمل لها اورنج تبقى كلها صفر، دي كلها صفر يبقى احط صفر، غير كده هيبقى الاليمنت بتاعي كله الاوت بتاعي كله واحد. ليه؟ لان الاور بتيجي بتقول ان انا بطلع اوتبوت لو عندي اتليست 1 ايه اتليست 1 يعني فاريبل واحد كم تو 1 تمام. فده الاليمنت ده المكان الوحيد بدور على المكان اللي فيه كله زيروس وبحطه زيرو، وغير كده بحطه كله وحيد. دي كده ازاي بفيل الترو ستيبل او ازاي باوبتين الترو ستيبل بتاع الالجبريك فورم ده. طيب لو عايز احل السؤال الثاني وهو ان انا باكسبرس الفانكشن بتاعتي ك sum of min term، sum of min term او sum of او sum of product او ال اس او بي تمام. بعمل ايه؟ اولا بجيب المين تيرم بشوف اماكن الفانكشن اللي فيها وحيد تمام، وبروح على الانبوت اللي عندي اللي هو الاصل الاي بي سي وبعمل له ريبريزنتيشن على هيئه انت اللي هو اي بي سي تمام. وبعد كده ده بيبقى اسمه المين تيرم رقم 0، المين تيرم 0 بيساوي اي بي سي. هيبقى اي بي سي على طول ولا هحط على ترم فيهم نوت؟ احط نوت امتى؟ لو كان الفاليو دي كانت بزيرو فاحط هنا زيرو، هنا كانت بزيرو احط هنا زيرو، هنا كانت بزيرو احط هنا نوت. يعني امتى بحط نوت؟ لو انا بجيب المين ترم بحط نوت لو كانت الفاليو دي بزيرو، لان الترم المين ترم بركز على الواحد. يعني لو جالي هنا واحد ماشي، لكن لو جالي زيرو بحط نوت. اوكي طبعا بنفذ نفس اللي انا عملته ده في المين ترم ده، ده اسمه مين ترم 2. هيبقى بخلي ال A وال B A ال A B C الانبوت بتاعي بخليه كله AND وبشوف مين فيهم اللي هعمل له نوت. هلاقي يبقى A B C عادي ولا في في ترم يبقى فيه نوت؟ هلاقي ان ده هيتحط له نوت وده هيتحط له نوت، لكن ال B هتفضل زي ما هي، هتبقى ايه؟ هيبقى A نوت B C نوت، ده المين ترم التاني وهكذا. طبعا بالنسبه للإلمنت التانيه يعني
يعني مثلا لو عندي الاليمنت ده بدل المين تيرم رقم 7 يبقى عباره عن بروح قايله الاي بي سي على طول، لازم كل مين تيرم بجيبه واسميه بروح قايله عليه اي بي سي، اسامي الانبوت اللي عندي كان اي بي سي، وبعد كده بشوف هل احط نوت ولا لا، هلاقي ان بالنسبه للترم ده كل الفاليوز بواحد فيبقى اسمه اي بي سي بس ساعتها مفيش ايه مفيش نوت. دي لو انا اول حاجه اول خطوه بجيبها بجيب المين ترم، دي المين ترمز كلها اللي عندي ام 0 ام 2 3 4 5 7. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ بريبريزنت الفانكشن بتاعتي ك sum of min term، sum of min term يعني بفضل اجمع كل المين ترم، ده المين ترم الاولاني بجمعه على المين ترم ده، ده المين ترم الثاني بجمعه على المين ترم ده، بجمع كل المين ترم تمام، ده المين ترم ده بجمعه على المين ترم ده، المين ترم ده بجمعه على المين ترم ده، وهكذا ده بجمعه مع المين ترم ده. بجمعه مع ده يبقى sum of min term، يعني بريبريزنت الفانكشن بتاعتي على اساس انها sum of المين ترمز اللي عندي، بجيب المين ترمز كلها واعمل لها sum مع بعض تمام. وطبعا اتفقنا ان في طريقه ثانيه ممكن اقول summation symbol mathematical symbol of summation الام 0 و2 و3 و4 و5 و7 يبقى 0 و2 و3 و4 و5 6 اوكي. ده بالنسبه لان انا عايزه اكسبريس الفانكشن ك sum of min term. طب لو عايزه اكسبريس الفانكشن ك product of max term بجيب max term وبعد كده بحط الفانكشن على اساس ان هي ضرب او product of max terms اللي انا جبتها تمام. ايه هي max term؟ ان انا بعلم اماكن الفانكشن اللي فيها 0 تمام، وبعد كده بعمل اكسبريشن للانبوت، الانبوت اللي هو كان قصاده زيرو والانبوت ده اللي كان قصاده زيرو، بعمل اكسبريس للانبوت ده على ان هو ام واحد، ام واحد لان ده كان زيرو واحد، برتبهم يعني زيرو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى ده الام كام؟ ده الام واحد تمام. هعمل ريبريزنتيشن للام واحد ده على ان هو A or B or C. طيب هسيبه كده عادي ولا هيبقى في حاجه فيهم ليها نوت؟ بما ان انا بدور على اماكن للزيروز يبقى الفاليو اللي هنا هتبقى قيمتها زيرو هسيبها زي ما هي، لكن اللي هيبقى قيمتها واحد هحط عليها نوت تمام. هنا انا بدور على الزيرو، ادور على الاماكن اللي هنا فيها زيرو، اللي تبقى زيرو هسيبها زي ما هي، لكن اللي هيبقى فيها واحد هحطها اخلفها، يبقى عندي ايه هنا هيبقى ايه نوت عشان دي واحد، اور بي نوت، اور السي عادي، دي الام كام؟ الام 6 خلاص. طبعا الام دي كابيتال والام دي كابيتال. بعد ما بجيب الماكستر دي كده الماكستر واحد والماكستر ستة، عملت البوزيشن على لقيت A بلس B بلس C نوت، وهنا A بلس B A نوت بلس B بلس C، يبقى الفانكشن بتاعتي عبارة عن الإليمنت ده ضرب الإليمنت ده برودكت أوف سم، يعني ده سم وده سم بعمل لهم برودكت، يبقى برودكت اوف سمز سمز تمام. او طبعا بعمل الانتشن دي. بعد كده عايز ان انا ادرو اتس لوجيك دياجرام،
الحاجه المطلوبه اللي بعد كده الرابعه ان انا برسم اللوجيك ديجرام بتاع او اللوجيك سيركت بتاع الالجبريك فورم دي. طبعا بالنسبه للسؤال ده الفانكشن اللي اسمها اف عندي دلوقتي ليها كذا ريبريزنتيشن، الريبريزنتيشن ده والريبريزنتيشن ده والريبريزنتيشن ده، تمام؟ يعني الفانكشن بتاعتي بيقول لي ارسمي اللوجيك ديجرام، ارسم انهي الجبريك فورم، يعني ارسم انهي ريبريزنتيشن للفانكشن. انا عندي اس او بي وعندي بي او اس وعندي الجبريك فورم، ارسم انهي واحده فيهم؟ يا اما هو يعني انا طبعا ممكن ارسم اي واحده خلاص، بس هو لو قال لي ارسم الاس او بي برسم الاس او بي، لو ارسم البي او اس برسم البي او اس، تمام؟ طيب فدلوقتي 2 اور 1 اند بهيرسم هيرسم البي او اس خلاص، اختار الحاجه اللي فيها عدد الترمز اقل. طيب هنرسم ازاي؟ هاخد هشوف هنا عندي الاي والبي والسي دي الانبوت، وهل في واحده فيهم فيها نوت؟ هلاقي ان السي على نوت والاي نوت والبي نوت، فيبقى عندي هنا نوت ونوت ونوت. الترم الاولاني بعمل اورنج لثلاث حاجات، اورنج للاي والبي والسي نوت، فيبقى بعمل اور يبقى داخل لها ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول اللي هو اي بي سي نوت، فيبقى دي داخل لها من الاي وداخل لها من البي وداخل لها من السي نوت، دي الاور الاولانيه. الاور الثانيه الاي نوت الاور الثانيه داخل لها اي نوت بي نوت سي، فيبقى هاخد واير من الاي نوت وواير من البي نوت واخد واير من السي، تمام؟ دي الاور التاني. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هعمل اندنج للاوتبوت بتاع دي والاوتبوت بتاع دي، ده تبقى الاف، تمام؟ المثال الثالث جايب لي الانبوت بتاع المساله اصلا سيركت، وطالب مني هات لي البوليان فانكشن. السيركت دي بتبريزنت انهي بوليان فانكشن، بتعمل ايه بالظبط؟ بتعمل ايه في الاند والاي والبي والسي، وبعد كده اوبتين الترو ستيبل بس، تمام؟ طيب عشان اجيب البوليان فانكشن انا ببص على السيركت كده، هلاقي ان عندي اند جيت عمل اندنج لايه؟ ايه اللي داخل للاند؟ كان الاي نوت مع البي، هيبقى عندي الاي نوت مع البي عملت لها اند، تمام؟ بعد الاند في نوت، يبقى هعمل للترم ده كله نوت، تمام؟ طيب بعد كده هو عمل ايه؟ عمل اور جيت وكان داخل لها البي وداخل لها السي، فيبقى عندي البي اورنج مع السي، البي اور مع السي، تمام؟ بعد كده هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي اند جيت فيها السي مع البي، البي مع السي هيعمل لهم ايه؟ اندنج مع بعض. ليه انا حطيت دي البي والسي معمول لها اند والبي والسي معمول لهم اور؟ البي والسي طلعت اوتبوت والبي سي طلع اوتبوت، الاثنين دول مع بعض عمل لهم اند، البي بلس سي طلع اوتبوت والبي سي طلع اوتبوت، الاوتبوت بتاعهم هعمل له ايه؟ هعمل له اند بقى. فهي دي المكان ده هو اللي ايه اند ده كده،
هنا كده انا بعمل اند. طيب بس هل هو يعمل اند بس؟ لا، هيعمل بعد كده ايه؟ في سيركل في الاخر بيعمل اند نوت. تمام. الابو بتاع الجدي والابو بتاع الجدي عملت لها اور، فعشان كده حط هنا ايه؟ اور هنا. اوكي، يبقى دي البوليان فانكشن او الالجبريك فورم للبوليان فانكشن، الالجبريك فورم اوف البوليان فانكشن. اوكي، بعد كده عايز الترو ستيبل. طبعا الترو ستيبل قبل ما نرسمه بنعرف بنعد بس ال ده كده ظهر فيه كام فاريبل، اي بي سي. يبقى هبني كولم فيه ثلاثه فاريبلز اي وبي وسي. وبعد كده هشوف هل انا عندي واحد فيهم فيه نوت، هلاقي ان الاي محطوط لها نوت بس كلهم ما فيهمش نوت. تمام، هيبقى عندي الاي والبي والسي، وبعد كده هلاقي ان البي الاي بس هي اللي معمول لها نوت. بعد كده هاخد الترم ده هعمل له اند، وبعد كده الترم ده الترم اللي انا جبته هعمل له نوت. صح، يبقى ايه 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 بار بي، دي الاي بار بي هعمل لها نوت. طيب بعد كده اخد الترم ده لو بي بلس سي، بعد كده اخد الترم ده شوف الاوتبوت بتاعه ايه، وبعد كده الاثنين دول مع بعض حطهم بي بلس سي اندنج مع البي سي، وبعد كده الترم اللي انا لسه جايباه ده هعمل له نوت. هيبقى بي بلس سي بي سي، هيبقى كل ده هيبقى عليه بون او عليه نوت. والفانكشن في الاخر هتبقى عباره عن اورنج للسيل دي مع السيل دي. اوكي، طيب خلينا بس نبدا كده. بفل الفاليوز بتاع الايه، لو انا دلوقتي اي بي سي عندي عندي 8 كولمز، هيبقى 4 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. طيب بالنسبه للاي نوت هيبقى الاي بدل ما هي 4 0 4 1 هيبقى 4 1 4 0. طيب الاي نوت بي، الكولم اللي هو اي نوت بعمل له اندنج مع البي، يا اما امشي سلسل يا اما افل بالطريقه اللي هي سريعه. بشوف فين الاماكن، هلاقي ان ده كان واحد وده كان واحد، احط هنا واحد، ده كان واحد وده كان واحد، احط هنا واحد، غير كده احط زيرو. تمام، طيب لو عايزه اعمل الكولم اللي بعد كده الكولم اللي بعد كده ان انا بعمل نوت، بعمل نوت للكولم ده، بعمل نوت للكولم ده، هيبقى عندي بدل انا عندي صفرين واحدين اربع اصفار، هيبقى واحدين صفرين اربع واحد. اوكي، طيب الترم اللي هو بي سي هعمل اورنج للبي مع السي. طيب هعملها البي مع السي، هعمل لها اورنج مع بعض، وممكن اعملها اللي هو مثلا صفر مع الصفر الاورنج بتاعه ايه، والصفر مع الواحد الاورنج بتاعه ايه، وهكذا. او ان انا اشوف الاماكن، بعمل اورنج دلوقتي بشوف الاماكن اللي فيها التو سيلز دول بزيرو، هنا زيرو الاثنين مع بعض زيرو، بحط واحد، والاثنين مع بعض هنا كانوا زيرو يبقى احط واحد. لا، ولا تخمن، أنا مشغول بعمل حاجة مهمة.
تمام؟ بدور على أماكن البي والسي اللي فيها زيروز وحط مكانها واحد، والأماكن اللي فيها البي والسي زيروز وحط ده واحد، غير كده بحط إيه؟ إصفار. دي كده إيه لو أنا عايز أجيب البي أور سي بسرعة. تمام؟ هو انا ايه اللي انا بعمله؟ يعني هو سوري انا بدور على اماكن الزيرو، بدور على اماكن الزيرو وحط مكانها واحد، غير كده بحط اماكن الزيرو حط ده زيرو، غير كده بحط وحيد. تمام؟ يعني انا اسف، هنا الزيرو بيبقى واحد وهنا الاصفار تبقى وحيد. ايوه يا سعد، تمام. بعد كده الترم ده لو عايز اعمل له بي، لو عايز اعمل البي والسي اند، باجي عند البي والسي عايز اعمل لهم اند، يبقى ادور على الاماكن اللي فيها هما الاثنين بواحد واحط واحد، وهنا ادور على المكان اللي هما الاثنين فيه واحد واحط واحد، غير كده بحط زيرو. تمام؟ دي ازاي بفيل كولم لو كان في اند. تمام؟ هنا واحد وهنا واحد وبقى كل زيروز. طيب لو عايزه اعمل السيل دي اللي هو بي سي اندنج مع البي بلس سي، هاخد الكولم ده عايز اعمل له اندنج مع الكولم ده. لما باجي اعمل اند لتو كولمز ايه اللي بيحصل؟ بشوف هو اللي هم قيامهم واحد مع بعض فين، اللي هم واحد هنا احط واحد هنا وواحد هنا واحط باقي كله ايه؟ اصفار. تمام؟ خلاص، فيبقى كله اصفار والمكانين دول وحيدين بس هما اللي فيهم واحد. اوكي؟ طيب لو انا عايز اعمل الكولم ده نوت، هعكس بقى كل حاجه عن ثلاث اصفار هيبقى ثلاث وحيد، ثلاث اصفار هيبقى ثلاث وحيد، واحد هيبقى صفر، ثلاث اصفار هيبقوا ثلاث وحيد هيبقى واحد هيبقى صفر. تمام؟ الاف بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بعمل اور للترم ده والترم ده. فين الترم ده؟ هو ده. بدل الكولم ده اللي انا هعمل له اورنج مع الكولم ده، ده هعمل اورنج للكولم ده مع الكولم ده. خلاص، بعمل اورنج التو كولمز ازاي؟ بشوف الاماكن اللي فيها التو كولمز دول فيهم زيرو، هلاقي دي كانت زيرو ودي كانت زيرو، احط هنا زيرو. في تاني اماكن فيها التو كولمز دول الاثنين زيرو مع بعض، لا مفيش. خلاص، فيبقى الباقي كل ايه؟ كل الفانكشن بوحيد. دي ازاي بفيل كولم لو كان هو عبارة عن الاوتبوت بتاع اورنج اوبريشن. ده بالنسبة للمثال ده يبقى تلات وحيد صفر اربع وحيد، لان طبعا ايه دي كانت صفر وصفر. اوكي، ده كان بالنسبة للمثال ده، وبكده دي كانت نهاية المحاضرة الرابعة والخمسة.